خلينا بقى نرجع للمنتخب اللي هيلعب يوم الجمعة اللي جاية بالضبط، تحديدا يوم 11 أكتوبر مباراة الجولة الثالثة قدام منتخب موريتانيا، وبعد كده هيسافر لموريتانيا عشان يلعب المباراة الثانية يوم 15 أكتوبر بعديها على طول. هيبقى يوم الثلاث، هيبقى متبقي ليه مباراتين في الجولة الخامسة والسادسة أمام كاب فيرد خارج مصر، وأخيرا بوتسوانا في نهاية مشوار التصفيات في القاهرة في شهر نوفمبر الجاي. امبارح أقيم أول مران لمنتخب مصر بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم المحترفين، على رأسهم طبعا محمد صلاح نجم ليفربول، عمر مرموش نجم انترخت فرانكفورت، محمد عبد المنعم المحترف في نيس الفرنسي واللي هنتكلم عنه شوية النهاردة، وكمان مصطفى محمد مهاجم ونجم نانت الفرنسي، محمود تريزيجيه لاعب ونجم الريان القطري، حمدي فتحي لاعب ونجم الوكرة القطري. والأخبار اللي جاية من معسكر المنتخب بتقول إن الجميع في أفضل حالة فنية وبدنية ومعنوية. إحنا في بداية موسم محلي، لكن الموسم الأوروبي بدأ من 7 أو 8 أسابيع تقريبا في الدوريات الأوروبية كمان العربية، عشان كده اللاعبين المحترفين جايين المعسكر وعندهم جاهزية كاملة مع أنديتهم، خصوصا إن هم بيقدموا مردود إيجابي جدا الفترة اللي فاتت، وبالتحديد كمان عمر مرموش مع انترخت فرانكفورت الألماني اللي عامل حالة ولا أروع، حالة مميزة جدا في البوندز ليجا ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، متفوق على الهداف الكبير هاري كين، وأصبح عنده فرصة كبيرة جدا أنه يكون في مكان مميز في نهاية الموسم المقبل. كمان محمد صلاح كالعادة مسجل حضور أفضل من رائع مع ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة، متفوق على المان سيتي وأرسنال بفارق نقطة وحيدة. عايزة أقول أنه وارد جدا الكابتن حسام حسن يغير من طريقة اللعب أمام موريتانيا بسبب عمر مرموش، لأنه تألق عمر مرموش في مركز المهاجم مع فريقه الألماني ممكن يخلي كابتن حسام حسن يلعب بطريقة 4-4-2، ويكون عمر مرموش خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد، ويلعب الثنائي محمد صلاح والتريزيجيه في الأجنحة الهجومية. أفتكر إن ده ممكن جداً يكون توجه كابتن حسام حسن، ويكون بيفكر في كده لأن معاه مجموعة ممتازة في الخط الهجومي الأمامي، 4 لاعبين عندهم قدرات ممتازة الحقيقة في خلق فرص تهديفية في أي وقت في المباراة. منتخبنا عنده حظوظ كبيرة جدا في مواصلة الانتصارات والحفاظ على سجله التهديفي المميز في المباريات الأخيرة، حتى لو كانت المنتخبات مش من التصنيف الأول، لكنه مهم جدا ان احنا نستغل الاستقرار الفني والاداري اللي في المنتخب ونسجل افضل ظهور في المرحله اللي جايه قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه 2025 اللي هيكون عام مليء بالتحديات، لانه ان شاء الله هيكون عام التاهل للمونديال ان شاء الله يا رب. زي ما قلت لحضراتكم مجموعه كبيره جدا من اللاعبين يمكن يكونوا محظوظين بالتوليفة ما بين المحترفين واللاعبين المحليين اللي على مستوى عالي جداً.